أو في مشاركة مع ضيفنا اللي عبر الهاتف أخونا فهد جلوي لاعب منتخب الشباب ولاعب نادي كاظمة حاليا المنتقل واللي تم الإعلان الانتقال رسميا إلى نادي كاظمة. فهد صبحك الله بالخير ومبروك. يا هلا أبو سعود، يا مرحبا، يا حياك الله ومبروك التوقيع لكاظمة. الله يبارك فيك يا الغالي. الله يبارك فيك. أول شيء فهد، يعني قبل لا نتكلم عن توقيعك لكاظمة، أنت كنت في العربي صح؟ إي صح. ليش ما كملت عيل؟ والله كنت في العربي سنة 2013 وكان درب علي من منقب المنصورية. إي. فدرب ودراسة وما قدرت أكمل مع العربي وطلعت. وبعدين رحت رجعت وين؟ الساحل؟ رحت الساحل. رجعت الساحل، ولا بدايتك كانت مع العربي؟ أول بداية مع العربي. بدايتي العربي. بدايتك العربي، بعدين الساحل. بعدين الساحل. والآن كاظمة. والحين كاظمة. شلون صارت صفقة انتقالك إلى كاظمة فهد؟ والله المفاوضات صار لها يمكن تقريبا 3 شهور وأكثر من نادي كلمني يعني غير كاظمة، بس العرض الجدي كان من نادي كاظمة. وفضلت كاظمة على أكثر من نادي يعني الحمد لله. اللي عرفت أن التوقيع 5 سنوات فهد صح؟ اي 5 سنوات. 5 سنوات. احنا شفنا صورة فهد معاك او بالصورة ولد اخونا اسعد البلوان رئيس النادي، اللي هو منو اللي كان بالصورة؟ احمد ولا منو؟ احمد. احمد هو اللي متكفل بالصفقة؟ قالوا انه هو متكفل بالصفقة. هم احمد وناصر كانوا موجودين، طبعا لي الشرف انهم يكونوا موجودين وقت التوقيع، بس الصفقه كان متكفل فيها يعني عياله واسعد البنوان رئيس النادي. جزاهم الله خير، جزاهم الله خير. وامانه يعني هذا الامر، وانا يمكن بتناقش مع ابو راشد وابو شجاع بعد شويه، يعني اليوم احنا قاعد نشوف مثلا في نادي الكويت اخونا عبد العزيز فواز الحساوي، محمد خالد الغانم، نشوف في القادسيه مثلا الشيخ فهد طلال فهد، نشوف في العربي ايضا عبد العزيز عاشور، نشوف بعض الشخصيات اللي قاعد تحاول تدعم كثر ما تقدر في دعم ناديها والتكفل ببعض الصفقات، والانديه الاخرى ايضا كثير. حتى ما ابي ازعل احد، لكن انا اتكلم عن قطاع الناشئين بالتحديد وقطاع الشباب بالتحديد واهتمام الشباب بالتكفل بصفقات مهمه. شو اللي شجعك تروح كاظمه فهد بصراحه؟ الفلوس؟ الفلوس ولا نادي؟ لا والله نادي كاظمه نادي كبير وبيئه نظيفه وان شاء الله اني قادر اردهم من منصات التجويد ان شاء الله. بس يعني ما كان ودك تروح مثلا نادي في عنده جمهور، مع احترامنا لكاظمه، يعني القادسيه، العربي مثلا، ترجع مره ثانيه الكويت مثلا، يعني الانديه اللي شوي فيها خلينا نقول حضور جماهيري في مبارياتهم. انا قلت لك كان ما في عرض جدي الا من نادي كاظمه يعني. آه. هم اللي كانوا متواصلين وياي 3 شهور متواصله يعني. شنو طموحك؟ والله طموحي امثل الفريق الاول المنتخب الاول ان شاء الله والاحتراف بالخارج. يعني انت حاليا مع فريق الشباب، ما 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 ضموك فريق الاول الرسمي فهد؟ ها؟ لا للحين. بعد لا للحين. طيب تحب تضيف شيء؟ تحب تشكر احد يا فهد قبل لا نختم؟ يعطيكم العافيه وشكرا على الاستضافه. مشكور مشكور يا اخوي فهد. واول تعليق واول توضيح لاخونا فهد جلوي عبر برنامج الديربي، نتشرف بهذا التوضيح وهذه المداخله.